بسم الله الرحمن الرحيم. مبادرة قوى المجتمع المدني للخروج من الأزمة السياسية. لقد تحمل الشعب الجزائري برمته مسؤوليته التاريخية وهب هبة واحدة موحدة يوم 22 فبراير 2019 ضد نظام سياسي مستبد أساء للوطن ومارس الهدم الممنهج لمؤسسات المجتمع السياسية الاقتصادية والاجتماعية لعقود من الزمن. واستمر هذا الشعب من خلال حراكه السلمي الحضاري بوعي سياسي راق وحس وطني عال وإصرارا على تحقيق كافة مطالبه المشروعة لتأسيس جمهورية جزائرية جديدة ديمقراطية اجتماعية تعددية مدنية يحكمها القانون ضمن المبادئ التي سطرها بيان أول نوفمبر 1954 متفتحة على العالم. إن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد تفرض على كل القوى الحية انطلاقا من رصيدها النضالي في اقتراح حلول كفيلة بتحقيق مطالب الحراك الشعبي السلمي، إذ يعتبر المجتمع المدني أحد هذه القوى التي يمكن أن تسهم في الوصول إلى هذا المبتغى. إن الوضعية السياسية التي تعيشها البلاد توشك أن تصل لمرحلة الانسداد تفرض علينا كمجتمع مدني منتم لهذا الوطن منخرط في حراكه الشعبي السلمي، أولا تلبية للواجب الوطني، ثانيا إحساسا بخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، ثالثا تحملا لمسؤوليتنا أمام الشعب والتاريخ، رابعا رغبة في الانتقال إلى مرحلة تاريخية قوامها السيادة الشعبية، خامسا سعيا لتقديم مقترحات عملية ضمن خطوات واضحة. فإننا نقترح مبادرة سياسية للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد والانتقال بها نحو جمهورية جزائرية جديدة تلبي المطالب الشعبية المشروعة. آليات المبادرة: تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي لمدة 6 أشهر إلى سنة على أقصى تقدير. تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال. تنصيب هيئة مستقلة للإشراف والتنظيم والإعلان عن نتائج الانتخابات مع ضمان آليات المراقبة. فتح حوار وطني شامل مع فعاليات الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية وناشطين من الحراك بخصوص الوضع السياسي الاقتصادي الاجتماعي للبلاد ووسائل الخروج من الأزمة يتوج بندوة وطنية. الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية. إن نجاح هذا المسار السياسي يستلزم تهيئة الجو العام لممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان، وذلك باتخاذ إجراءات مرافقة للعملية السياسية بغية إرساء الثقة في نفوس المواطنين وضمان انخراطهم الفعلي في هذا المسار الوطني. إن المجتمع المدني وإدراكاً بأهمية دوره كفاعل ميداني في تجسيد مطالب الحراك الشعبي السلمي يدعو كافة القوى الفاعلة إلى الالتفاف حول مبادرة المجتمع المدني والعمل على تفعيلها وإنجاحها. شكراً وبارك الله.